كريم شوف مسألة أدبي علمي واش أخويا أنا أدبي نقدر نتعلم الانفورماتيك واش أنا أخويا أدبي نقدر ندير دروب شيبين. شوفوا الإخوان خاصنا نهضروا على واحد المسألة بصراحة. راه أنا شخصيا ما تنآمنش بأدبي وعلمي في النظام التعليمي. شي هذيك المسألة ديال أدبي وعلمي في النظام التعليمي المغربي هي عملية تفرقة فاشلة فاشلة. ما كاين حتى شي فرق بين أدبي وعلمي، ما كاينش. كل واحد عنده ميول فقط لا غير. خويا انا ما ادبي ما علمي، ولكن انا خويا ماشي علمي عندي وادبي عندي ميول الالكترونيات. غتقول لي انت علمي؟ اخويا انا ماشي علمي، انا ما عزيزش عليا الماط، انا خويا ما كنعرفش الماط، ما عنديش مع الفيزيك. ولكن اخويا انا جيب لي نصاوب لك نقدر نبروغرامي لك في الاردوينو، نصاوب لك دي موديل في الاردوينو، نقدر نخدم لك في الراس عطيني بزاف د الحوايج، نخدم في الالكترونيك، جيب لي تليفون قدو لك وطن عارف انا وانا ادبي. هاد التفرقه ديال ادبي وعلمي هي تفرقه فاشله من وزاره فاشله من نظام فاشل من الاخر. والله الا تعصبوني انا ما كاينش شي فرق بين ادبي وعلمي. هاد الفرق راه يخربق، هاد الفرق دايره الدوله باش تخربق الناس باش تدي لنا لي زيتيكات. هذا ادبي، اذا انفو ادبي، اذا مكلخ، اذا عنده غير مع اللغه العربيه، اذا ما عندوش، اذا خرتو اش غايدير؟ غايدير التاريخ ولا جغرافيا ولا الاسلاميات. تخربيق هادشي، هذا التخربيق. ادبي يقدر يكون حسن من علمي، وبزاف الادبيين حسن من العلميين، وكذلك كاينين علميين حسن من الادبيين، ولكن الاساس اللي في الاساس اللي تينبني عليه التخصص هو ميول الناس. انا فاش كنميل للاسف حنا في النظام التعليمي ديالنا ما دايرينش لنا بزاف ديال التخصصات من الاعدادي، ملي كان من الاعدادي ما كاينش عندنا بزاف ديال التخصصات. تيقول لك ديك ادبي علمي صافي، ولا مشيتي في العلمي خصك تقرا، تقدر تقرا لانفورماتيك. كاينين ادبيين في البروغراماسيون الطياره وكانوا دي ادبيين ماشي علميين، علاش انت خصك تقول لي خصك تكون علمي باش تقرا البروغراماسيون؟ شنو التخربيق هذا؟ خاصو هادشي يديرو اخويا. انا من الاول انا اخويا انا ما بغيتش، ما كاين، خصنا نحيدو هاد الادبي والعلمي صراحه، خصنا نحيدوها. انا اخويا عندي مع البروغراماسيون من الكاتري من السابعه بغيت نتخصص انا بروغراماسيون صافي. علاش بغيت نقرا؟ علاش انا بغيت نقرا ادب زعطور ولعل لا عل لا عل وداك الفاعل المفعول المفعول؟ فاش غينفعك؟ لا فاش غينفعني هاد الزمر هذا؟ واحد اخويا عنده مع الميكانيك عزز عليه الطوموبيلات، عنده مع الميكانيك مال الكاتريون هو بغا يمشي ميكانيك. واحد اخويا عنده مع الفيزيك مال الكاتريون بغا يمشي فيزيك. واحد عنده مع الطبيعيات مال الاول، واحد عنده مع الجيولوجيا مال الكاتريون. علاش نقعدوا نقسموا ادبي؟ باش يحطوا لنا لي زيتيكات وداك الاحكام المسبقه. علمي راه علمي كاين دابا بزاف ديال الشباب دايرين علمي غير باش ما تكونش عنده ديك النظره للمجتمع انه هو مكلخ. حيت الادبيين معروفين انهم ناس اللي ماشي ذكيين، ما عندهمش، اذا ما عندكش مع لي مات انت غبي. شاد التخربيق، شاد الخماج اللي عندنا في هذا العقل. وللاسف هادشي راه متشفشي، هادشي راه تلقى اساتذه وتيامنوا به للاسف الشديد. وعلى العموم تنهيو اللقاء ديالنا بهاد ترجمة